استقر المنتخب الوطني لكرة القدم على مواجهة نظيره العراقي وديا في 2 حزيران المقبل في العاصمة عمان ضمن استعدادات المنتخب لمواجهة فيتنام في الجولة 2 من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019. وأكد مدير المنتخب أسامة طلال على أن الاتحاد تسلم كتابا رسميا من نظيره العراقي يتضمن الموافقة على خوض لقاء ودي مطلع حزيران في إطار استعدادات الجانبين لاستحقاق الاتفاقات الآسيوية. وتأتي مواجهة العراق في عمان قبل أن يغادر النشامى للقاء فيتنام في 13 حزيران في هانوي ضمن الجولة 2 من المجموعة 3 لتصفيات كأس آسيا. تفتتح يوم غد مباريات الأسبوع 15 من دوري المحترفين لكرة القدم بإقامة لقاءين 2. ويشهد استاد الحسن في إربد عند 3 مساء مباراة فريق الصريح صاحب 10 نقاط مع فريق الجزيرة مصدر الدوري برصيد 30 نقطة. فيما يلتقي الفيصلي صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة مع فريق الأهلي صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة عند 5:30 مساء على استاد عمان. احتفظ سلطان العدوان برئاسة النادي الفيصلي لدورة جديدة بعد انتخابه بالتزكية يوم أمس الثلاثاء. المزيد في التقرير التالي. جددت الهيئة العامة للنادي الفيصلي الثقة بسلطان العدوان لرئاسة النادي للدورة المقبلة بالتزكية بمشاركة 116 عضوا من الهيئة العامة من أصل 218 عضوا. وطالب العدوان من الجماهير دعم الفريق الذي عاش في الفترة الماضية استقرارا ماليا وإداريا، معلنا أن النادي سينتقل للمقر الجديد خلال شهر حزيران المقبل. أنا شاكر للهيئة العامة الصحيح على الثقة الجديدة التي أولونا إياها، وإن شاء الله قدرنا على الحمل. الحمل مو هو قليل الصحيح وله شأن. ببارك لمعالي الشيخ سلطان العدوان تجديد الثقة فيه من الهيئة العامة ومن الجماهير، وإن شاء الله المرحلة القادمة راح تكون استمرارية للنادي الفيصلي اللي تعود على منصات التتويج بوجود معالي الشيخ، بوجود الإدارة الجديدة، بوجود جهاز فني كفؤ جدا بقيادة برانكو والكابتن عدنان عوض. احنا دائما كإدارة نادي الفيصلي معروف شو هدفنا، يعني ما فيش كل إدارة شو هدفها. إدارة نادي الفيصلي معروف هدفها البطولات. احنا الحمد لله رب العالمين، نرجو من الله انه يوفقنا الموسم هذا. الموسم الماضي تعبنا واجتهدنا، ربنا ما اكرمنا، نتمنى من الله الموسم هذا انه ما يضيعنا تعب. الحمد لله، يعني اليوم كان عرس رياضي، الانتخابات جرت الحمد لله وبالتزكية، وهذا اكبر تكريم من اعضاء الهيئه العامه لمعالي الشيخ سلطان مازن العدوان رئيس النادي بان يكون لدوره جديده كعضو كرئيس للنادي الفيصلي. واجتمعت الهيئة العامة للنادي الفيصلي في مدينة الحسين للشباب، حيث تم انتخاب العدوان رئيسا بالتزكية، كما تم انتخاب 10 أعضاء بالتزكية وهم بكر العدوان ورمزي أبو السندس وعماد القطامي وعصام أبو طويلة وسامر الحوراني وسليمان العساف ومحمد الفايز وماجد الحمود وعماد العدوان، بالإضافة إلى زيد المزاهر. كما تم انتخاب أعضاء احتياط وهم فراس وريكات ورويزق عربيات. توج فريق الرياضي بطلا لدوري كرة السلة للعام الثاني على التوالي بعد تفوقه على الأرثوذكسي في ختام مباريات المربع الذهبي. تفاصيل أوفى عن اليوم الختامي في هذا التقرير. للعام الثاني على التوالي يتوج فريق الرياضي بلقب دوري كرة السلة بعد تغلبه في ختام المربع الذهبي على الأرثوذكسي ب68 نقطة مقابل 55 في اللقاء الذي جمعهما على صالة الأمير حمزة. اللقاء بدأ متكافئا بين الفريقين واستمر ضغط الأرثوذكسي على حامل اللقب، إلا أن خبرة لاعبي مروان معتوق تفوقت بالنهاية عبر ثلاثيات فضل النجار واختراقات الحمارشي لينهي الرياضي البطولة في الصدارة برصيد 11 نقطة فيما احتل فريق الأرثوذكسي المركز الثالث. اشتغلنا منيح على الفريق ومبسوطين على الإنجاز، وإن شاء الله عم نفكر السنة الجاية كمان نكرر الإنجاز بسنة ثالثة. بهني الكوتش مروان معتوق على الجهد وعلى بهني كل اللاعبين، وبتمنى للاعبين توفيق بالمستقبل. استعدينا والاستعداد بحكي برجع بحكي الدوري مفروض نشتغل على الدوري أحسن من هيك.
كاتحاد ان شاء الله، يعني الاتحاد السنه الجايه يعمل دوري افضل من هذا. الحمد لله اخذنا الدوري، تعبوا الشباب، عملنا فريق متناسق الحمد لله. وفي لقاء آخر نجح العودة في تحقيق فوز صعب على كفر يوبا ب 83 نقطة مقابل 82. كفر يوبا كاد يفجر مفاجأة كبيرة بخطف الفوز على العودة، إلا أن فريق المدرب سيف البيطار نجح في التفوق بفضل تألق لاعبيه محمود عبدين وعلي جمال لينهي العودة البطولة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وهو ذات رصيد البطل فريق الرياضي المتفوق في المواجهات المباشرة، فيما حل كفر يوبا في المركز الأخير. نادي العودة اشتغلوا هاي السنة، بدي أشكر الإدارة والإشي، كانت جدية، كل المصاري اللي وعدوها للشباب دفعوها، الشباب كانت ملتزمة بالتدريبات، اشتغلنا يعني الحمد لله قدمنا أداء طيب. بطولة ضعيفة المستوى بكل المقاييس، يجب على اتحاد اللعبة إيجاد حلول جديدة لتطوير البطولة وزيادة عدد مبارياتها التي لم تتجاوز الشهر تقريباً.